خير يا استاذ، حضرتك عايزه مني ايه؟ انا عايزاكي ما تقلقيش يا مدام زينب. انا بس عايزه اعرف ايه اللي وداكي استقبال المستشفى امبارح؟ وده يهم في ايه؟ يهم في ايه؟ هو انت ما قريتيش على اللي حصل؟ ايوه عرفت، بس دول شويه ارهابيين انا ماليش دعوه بيهم. كاميرات المستشفى سجلت انك لما دخلتي الشنطه اللي فيها القنبله ما كانتش موجوده، لكن لما خرجتي من المستشفى لقوها. شنطه ايه؟ شنطه قماش صغير. شنطه قماش؟ كنت رايحه اكشف في المستشفى، قعدت في الاستقبال جنب واحد كده، ما تعرف كان سكران ولا ايه. جايه ليه يا مدام؟ كان عمال يعاكسني بدايق. ايه؟ قمت قايمه من جنبه وغيرت المكان. كانت الدنيا زحمه، ناس كتيره داخله وخارجه. قام بتاع الامن سال واحد وهو خالي. يا استاذ لو سمحت. ساله على الشنطه. الشنطه دي بتاع حضرتك؟ فرده قال له لا. سال الناس اللي موجودين كلهم قالوا له لا. ايه؟ الشنطه دي بتاع حضرتك؟ مش عارف. طب انت هتعرف ازاي طيب كده؟ انا خارجه بقى عيني جت على الشنطه، شفتها موجوده مكانها. دي شنطه ايه؟ انا في الليله في الشنط ولا عمري بشيل شنط. طيب ما تعرفش الشنطة اللي كانت تحت الكرسي اللي جنبك جت ازاي؟ طب وانا مفادي اسأل الكرسي اللي جنبي. معلش. ماشي، بس اللي انا مستغرب له يعني حد زيك عايش العيشه دي بالمستوى ده يروح مستشفى زي كده ويقعد في الاستقبال ويستنى ليه؟ في حقن انا باخدها دكتور قايل لازم اخدها كل اسبوع، ده كان اقرب مكان في طريقه. تقدر تسال الدكتور او المستشفى تتاكد. حقنه ايه؟ بيم مركب، حاجه كده يعني تسلك طول الواحد. لا مؤاخذة انا اروح دورة المية، انت عارف بقى يا باشا الزفت ده بيعمل ايه في البني ادم؟ ما اقولكش نافورة. انا خلصت التقرير. هو السؤال نفسه، الشنطة اللي كانت تحت الكرسي جت ازاي؟ حاولت لسعادتك اسأل الكرسي اللي جنبي. انا ما بهزرش. ايه؟ جاوب. وانا فاكر امبارح كان ايه اصلا؟ كل واحد فيهم كافي يا باشا. يعني انت مش فاكر مين اللي كان جنبك في الاستقبال؟ يا امي الاول ما كانش في حد جنبه فعلا، كان في كرسي بينه وبين سليم، وبعد كده المقاول اللي اسمه ابراهيم ده قعد ما بينه. لا راجل، طب ما احنا شفنا كل ده. أنا غلطان إني بحاول أساعد يعني. لا ما تساعدش، اللي نقول لك عليه تعمله يا ابني. كريم بس. حازم. هات لي الفيلم الأول. خليك معانا يا مرة. مرة عايزك تركزي في الوشوش وسلوك الموجودين. في أي حد قلقان متوتر بص كويس. بص يا أدهم، دي مستشفى ومن المفترض إن كل اللي موجودين يكونوا قلقانين. من امتى المروح لاستقبال المستشفى كان ممنوع يا حضرة الصعبة؟ استاذ خليل جاوب من غير لفه ودوران. وايه اللي هيخليني الف وادور؟ انا راجل سليم ومية مية وما عنديش حاجه اخبيها. تمام، يبقى تجاوب على طول. رحت ليه استقبال مستشفى اساسا بعيد عن بيتك ومعرضك؟ كنت بزور اختي اللي ساكنه في شارع المستشفى، حسيت بشويه مغص نزلت الاستقبال عشان اخد حاجه. ما اعتقدش دي جريمه يعني. لا، ما احنا هنتاكد لما نجيب عنوان اختك ان شاء الله. أختي ملهاش علاقة بالكلام ده. طيب دلوقتي إحنا لو ما استجبناهاش هتبقى أنت المشتبه فيه الوحيد. اسمعني كويس، أنا أختي محجبة وما بتقابلش رجالة، يعني لا أنا ولا جوزها هنسمح لك تستجوبها. مين قالك إن اللي هيستجوبها راجل؟ اتكلمي، ما تفضليش ساكتة كده.
ما عنديش حاجه اقولها. يعني ايه ما عندكيش حاجه تقوليها؟ بقالي ساعه. انا اللي عايزه اسالك سؤال. انت ضميرك مستريح وانت شغاله معاهم؟ اه. طب اسمعي بقى، انا قاعده معاكي هنا عشان اسالك سؤال واحد وتجاوبيني عليه، ومش هدخل معاكي في حوارات. اخوكي زارك امبارح ولا لا؟ انت ليه بتهربي من سؤالي؟ اخوكي خليل زارك امبارح ولا بيكذب؟ ايوه زارني، وبعدين جاله صداع نزل راح لاستقبالي اللي في اخر الشارع عشان ياخد حاجه تريحه. استريحتي؟ خير يا باشا، احنا ورقنا كله سليم، الرخص والتصاريح. لا يا حاج ابراهيم، انا مش جاي عشان الكلام ده. امال جاي عشان ايه يا باشا؟ الانفجار اللي حصل امبارح في المستشفى اللي انت كنت فيها. ده انا زعلت قوي والله لما عرفت يا باشا. ربنا يرحم اللي ماتوا كلهم ويدخلهم الجنه. قول لي حاج ابراهيم، شفت الشنطه دي قبل كده؟ بيتهيألي لمحتها يا باشا. امتى وفين؟ استاذ ابراهيم؟ ايوه اتفضل. ايوه من جهه. حاسب يا عم، الف سلامه. شكرا. الف سلامه. يعني انت ما لمحتهاش وانت بتقعد، لمحتها وانت بتقوم؟ ده اللي حصل يا باشا. بقول يعني مش يمكن كانت موجوده من الاول وانا ما خدتش بالي منها. طب وانت كان ايه اللي وداك الاستقبال يا حاج؟ ابدا، رجليا اتعورت ورحت المستشفى عشان اخد حقن التيتانوس، وهم ربطوها لي اهي يا باشا. بص اهي. ايه ده؟ فعلا الشنطه ما كانتش هنا لما قعد. بص بقى، ممكن يكون حد حطها ساعة زحمة الناس على الكاميرا. مهم مين؟ سليم ولا حاج إبراهيم ولا يوسف؟ بس في واحد بالذات بيتلفت حواليه طول الوقت أهو. إيه ده؟ بص الصورة طلعت كام واحدة؟ إيه؟ يخلق مش شبه 40 والكلام ده يعني؟ بقول لكم إيه، أنتوا مش ملاحظين حاجة؟ الصور دي كلها شخص واحد. مظبوط. تقدر تشوف لي اقدم صور في دول؟ يوسف كيك يا باشا، مش وقت تقريبا. اخلص اخلص. حاضر. دي ثانية واحدة. طب تمام، ده عضو في منظمة إرهابية ومش مصري كمان. ساعتك دكتور رؤوف صبحي، مهندس سامح ماجد. شوف لي آخر صورة دي يا واحدة.